هي أوبرا وينفري، قصة حياة امرأة تحدث المستحيل. أوبرا وينفري هي امرأة استطاعت أن تتغلب على العنصرية والاعتداءات الجنسية والتفكك الأسري لتكون رمزا للنجاح والتحدي والمحبة. أوبرا وينفري هي المذيعة الأكثر شهرة في العالم وبأمريكا على وجه الخصوص. هي مقدمة البرامج الحوارية الناجحة والممثلة والمنتجة، وهي شخصية عامة لها جماهيرية كاسحة في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله. وهناك العديد من الأقوال المأثورة لأوبرا وينفري والتي تنم عن الحكمة والتحدي، حيث تجاوزت وينفري مجموعة من الصعاب والتحديات منذ طفولتها وهي في طريقها لتحقيق المجد والشهرة والنجاح. تنوعت هذه الصعاب ما بين مصاعب اقتصادية واعتداءات جنسية في طفولتها، ولا شك أن هذه الصعاب شكلت شخصية أوبرا وينفري القوية. نتناول في هذا الفيديو قصة حياة أوبرا وينفري لنقترب منها أكثر، ونتوقف عند المراحل الفارقة في حياتها وأبرز محطات نجاحها. في 29 من جانفي سنة 1954، وفي مزرعة معزولة بكوسيوسكو ميسيسيبي، ولدت أوبرا جيل وينفري لفيرينيتا لي وفيرنون وينفري. كان من المفترض أن يكون اسم أوبرا هو أوربا، ولكن وبسبب صعوبة الإملاء والنطق أطلق عليها أوبرا منذ الولادة. كان والدي أوبرا غير متزوجين، وقد انفصلا بعد فترة وجيزة من ولادتها وتركوها في رعاية جدتها في المزرعة. كانت وينفري ذكية في دراستها منذ نعومة أظفارها، حيث تعلمت القراءة في عمر السنتين ونصف، وذلك بتوجيه صارم من جدتها. ثم تخطت وينفري روضة الأطفال بعد كتابة مذكرة لمعلمها في اليوم الأول من المدرسة، قالت فيها إنها تنتمي إلى الصف الأول، ثم تم ترقيتها للصف الثالث بعد ذلك العام. عندما بلغت وينفري السادسة من عمرها، تم إرسالها لوالدتها وشقيقين غير أشقاء في حي يهودي فقير وخبير في ميلوكي. وفي 12 من عمرها أرسلت وينفري للعيش مع والدها في ناشفيل تينيسي، ثم عادت وينفري مرة ثانية لوالدتها في الحي الفقير الذي كان له تأثيرا سلبيا عليها، حيث تعرضت للاعتداء الجنسي وهي في 9 من عمرها من رجال موثوقين في عائلتها. ولم يكن لدى والدتها الوقت الكافي للإشراف عليها، وبعد سنوات اضطرت والدة وينفري إعادتها لوالدها بناشفيل. وهنا كانت نقطة التحول، حيث تقول وينفري أن والدها أنقذ حياتها، حيث كان صارما معها وزودها بالكتب والتوجيهات اللازمة حتى أصبحت وينفري طالبة ممتازة. وشاركت في نادي الدراما ونادي النقاش ومجلس الطلاب، وفازت وينفري بمنحة دراسية كاملة في جامعة ولاية تينيسي عبر مسابقة لإليكس كلوب. وفي العام التالي دعيت وينفري لحضور مؤتمر البيت الأبيض للشباب. أظهرت أوبرا وينفري منذ صغرها موهبة كبيرة للتحدث أمام الجمهور، وذلك في سن 12 بعدما كسبت $500 مقابل عرض تقديمي في كنيسة ناشفيل. وكأن وينفري قد عرفت نقطة قوتها وحددت الطريق الذي ترغب أن تكمل فيه منذ ذلك الحين. حازت وينفري على لقب ملكة جمال بلاك ناشفيل وملكة جمال تينيسي، ثم عرضت عليها شركة ناشفيل كولومبيا للإذاعة CBC وظيفة. رفضت وينفري الأمر مرتين، لكنها في النهاية قبلت، وكانت وقتها بعمر 19 عاما وما زالت طالبة بالكلية. بعد تخرج وينفري قام WGZ-TV في بالتيمور ماريلاند بجدولة للقيام بتحديثات الأخبار المحلية، وسرعان ما تم نقل وينفري إلى البرنامج الحواري الصباحي بالقناة. وبعد 7 سنوات انتقلت وينفري للعمل بالتلفزيون التابع لشركة WLS-TV. وفي جانفي 1984 انتقلت وينفري إلى شيكاغو إلينوي في برنامج حواري، وقامت بتغيير تركيز البرنامج من قضايا المرأة التقليدية إلى تناول الموضوعات الحالية المثيرة للجدل. عامين بعد ذلك تم توسيع البرنامج وأعيد تسميته إلى عرض أوبرا وينفري لمدة ساعة واحدة. على مدار 25 عاما قدمت أوبرا وينفري برنامجها الحواري الشهير أوبرا وينفري شو، واستضافت عددا كبيرا من المشاهير والمؤثرين في العالم والمجتمع. وكان من أشهر الشخصيات التي استضافتها وينفري مايكل جاكسون، هيلاري كلينتون، بيل كلينتون، غوندوليزا رايس وغيرهم.
لقد حولت وينفري برنامجها أوبرا شو من منتدى للحوار إلى أداة استباقية لمعالجة القضايا ذات الاهتمام الاجتماعي والشخصي. تم إذاعة برنامج أوبرا وينفري في 100 دولة وحقق نجاحا باهرا وساهم في تغيير العديد من المفاهيم الاجتماعية، حتى أعلنت أوبرا وينفري اعتزالها سنة 2011 وتفرغت لإدارة القنوات الخاصة بها. تمتلك أوبرا وينفري الآن استوديوهات هاربو وتصدر مجلة أوبرا ولديها إذاعة أوبرا والأصدقاء، ولقد حققت أوبرا نجاحا ماديا كبيرا حتى أنها جاءت في المرتبة 9 لتصنيف مجلة فوربس للنساء الأكثر نفوذا على المستوى الإعلامي والاقتصادي في سنة 2005. في سنة 1985 كان كوينسي جونز يقوم بإنتاج فيلم مع المخرج ستيفن سبيلبرغ. اعتقد جوبز أن وينفري ستكون ممثلة رائعة في فيلمه بعدما شاهدها على شاشة التلفزيون. كان الفيلم يستند إلى رواية أليكس وولكر اللون الأرجواني، وكانت التجربة التمثيلية الوحيدة لوينفري حتى هذا الوقت هي عرض امرأة واحدة وتاريخ النساء السود من خلال الدراما والأغاني، والتي أدت خلال مهرجان المسرح الأمريكي الأفريقي سنة 1975. شاركت أوبرا وينفري في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، منها على سبيل المثال فيلم A Wrinkle in Time، فيلم The Immortal Life of Henrietta Lake، شاركت بأداء صوتي في فيلم The Star، شاركت في فيلم سلمى، في فيلم The Butler، في فيلم The Princess and the Frog. من أهم إنجازات أوبرا وينفري والجوائز التي حصلت عليها، سنة 1986 حازت على جائزة خاصة من أكاديمية شيكاغو للفنون، وذلك نظرا لمساهمتها الفريدة في المجتمع الفني، وتم تسميتها امرأة الإنجاز من قبل المنظمة الوطنية للمرأة. وقد فاز برنامج أوبرا وينفري بعدة جوائز إيمي لأفضل برنامج حواري، كما تم تكريم وينفري كأفضل مضيف لبرنامج حواري. وفي أوت 1986 شكلت وينفري شركة الإنتاج الخاصة بها. في سنة 2010 تم تكريم وينفري بمركز كينيدي، وفي العام التالي حصلت على جائزة جون هيرشولت من أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية. في 2013 منحت وينفري وسام الحرية الرئاسي. بعدها ب5 سنوات فازت وينفري بجائزة جولدن جلوب لإنجاز العمر. كان لوينفري دور كبير في تشجيع المجتمع الأمريكي على القراءة، ففي سبتمبر 1996 بدأت وينفري ناديا للقراءة على الهواء، وقد ساهم ذلك في ارتفاع نسبة المبيعات لعدد من الكتب وارتفاع القراءة، وكان النادي أكبر مسوق للكتب بالولايات المتحدة الأمريكية. كانت وينفري تقترح كتاب كل شهر لتقرأه مع جمهورها من خلال المتخصصين والشخصيات العامة والمؤثرة، وهو ما رفع من نسبة مبيعات الكتب التي تناولتها وينفري بشكل شهري. قدمت أوبرا وينفري مساهمات سخية للمنظمات والمؤسسات الخيرية مثل كلية موهاوس ومكتبة هارولد واشنطن وصندوق كلية نيجرو المتحدة وجامعة ولاية تينيسي. كما شاركت وينفري في عدد كبير من الأنشطة الخيرية، بما في ذلك إنشاء شبكة أوبرا أنجل التي ترعى المبادرات الخيرية في جميع أنحاء العالم. وفي سنة 2007 فتحت وينفري مدرسة للفتيات بجنوب إفريقيا بقيمة 40 مليون دولار. تبرعت وينفري ب10 ملايين دولار لدعم الجهود المبذولة للتخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا، وذهب جزء من هذا المبلغ لصندوق الطعام الأمريكي، كما ظهرت في أكثر من بث مباشر من منزلها للتضامن مع الشعب لمكافحة فيروس كورونا. ستبقى أوبرا وينفري علامة فارقة في تاريخ المرأة بشكل عام، والمرأة الأمريكية من أصل إفريقي بشكل خاص، حيث حققت وينفري نجاحات متتالية تخطت عدد كبير من الصعاب دون توقف أو كلل أو ملل.